تتواصل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت شعار الاستجابة لندرة المياه. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا مركز المنارة الزميل عواد الغنام مراسل أكسترا نيوز. إذا أهلا بك عواد، مزيد عن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه لو سمحت. تحياتي للناس منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة تتواصل فعاليات هذا المؤتمر المهم للغاية من ندوة إلى أخرى ومن لقاء إلى آخر، لكن ربما التتويج اليوم جاء بالجلسة التي حضر فيها كل من وزيري البيئة والري واستفاض فيها حول محور مهم للغاية للأسف، حول مخاطر التحديات التي تواجه المناخ في العالم وأنه لم يعد من الرفاهية تأجيل هذا الأمر. وتتسق هذه الندوة مع ندوة سابقة مع عدد من الخبراء من أنحاء العالم تحدثوا عن هذا الأمر بشكل مباشر بأنه آن الأوان على الولايات المتحدة أن تلحق بالركب الدولي في اتجاه الموافقة على اتفاقية باريس. تعلمين حينما وصل ترامب إلى البيت الأبيض أجل دخول أو الحق الولايات المتحدة بهذا الأمر مما انعكس سلبا على الوصول لحل دولي في هذا الاتجاه. الخبراء تحدثوا عن أن الأمر يبدو سيئا في السنوات القادمة مع ارتفاع درجات الحرارة مما ينعكس سلبا على الحياة البيئية، وبالتالي يزيد ذلك من أزمة الصراع حول المياه وتحديدا حول الضرر البالغ الذي ربما يصيب العديد من المجتمعات ربما في مقدمتها الأمر الخاص بي دلتا مصر، وهو كان محور النقاش في أكثر من الندوة وكل أدلى بدلوه بهذا الأمر. وكان الوزير الري تصريح خاص لسي بي سي أكد على هذا المنحى وهذا المعنى وأن الدولة المصرية تزيد من جهودها في هذا الاتجاه على التأكيد على معاني عدة أن هذا الأسبوع سيتكرر في السنوات القادمة خاصة مع تأييد عدد من الخبراء لهذا الأمر. أختم معك ليلاس أختم معك بأن وزراء أذكر معك على أن هناك لقاء مرتقب لعدد من الفلاحين المصريين يعرضون فيهم رؤيتهم حول ترشيد المياه، وأيضا هناك نشاط مكثف لعدد من المسؤولين. عودة إليك. إذا من مركز المنارة الزميل عواد الغنام أشكرك شكرا جزيلا.